هذه الاحتفالية تمثل نموذجا عاليا للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي يرعى المواهب الفنية الصادقة في شتى التخصصات وفي شتى الصور ويدعمها دعما كبيرا، سواء منها المواهب الشعرية والأدبية أو القصصية أو الرسم أو الكاريكاتير أو جميع المواهب الفنية بصفة عامة الهادفة يرعاها فضيلة الإمام الأكبر. هذا الملتقى الأول لفن الكاريكاتير في الأزهر الشريف يقول لنا إن هذا الفن يلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الوعي لدى المثقف ولدى الإنسان العادي، لأن هذا الفن يقوم على السخرية بصفة عامة، يعني أو بصورة عامة يقوم على السخرية من الواقع ومحاولة تغيير الواقع للصورة الأفضل في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفنية والمعيشية أيضا. هذه الصورة مهمة جدا في تشكيل الوعي العام ورفع المستوى لدى الشعب والارتقاء بهذه المنظومة. الأزهر الشريف حين يستضيف وحين يساهم في هذا النشاط فإنه يسعى إلى تنمية المواهب الصادقة في كل فن، يعني فن الكاريكاتير لا يقل أهمية عن فن الشعر، لا يقل أهمية عن فن التصوير، لا يقل أهمية عن فن الفنون الصادقة بصفة عامة. وهذا يلعب دورا بارزا، والأزهر الشريف حريص على تنمية هذه المواهب وعلى المشاركة، ويرصد لها جوائز كبيرة يرعاها ويدعمها فضيلة الإمام الأكبر لتنشيط الحياة الثقافية بصورة عامة والارتقاء بالمستوى العام. نعم، ابتدى يواجه اهتمام كبير بالفنون بمختلف مجالاتها. شفنا اوبرتات ومؤتلات واغاني وطنيه وكاريكاتير. حضرتك شايف ان ده رساله بتؤكد ان الازهر الشريف مؤسسه تنويريه وبتقود الثقافه والفنون مش في مصر بس، في العالم الاسلامي والعالم العربي؟ نعم، منذ شهور قليله عقد في صحن الجامع الازهر ملتقى عالمي للخط العربي، وشاركت فيه دول كثيرة عربية وغير عربية في صحن الجامع الأزهر وفي أروقة الجامع الأزهر، وتنافس المتسابقون في بلوح فنية بلغ عددها عددا كبيرا جدا، حتى غطى ساحات صحن المسجد على اتساعه الواسع وغطى الأروقة، وشهد إقبالا كبيرا جدا من العالم كله، وكانت هناك لوح متميزة جدا 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 وخطوط متميزة جدا. فالأزهر يخطو خطوات حثيثة وسريعة نحو العناية بالمواهب الفنية ونحو العناية بالفن بصفة عامة. ما دام هادفا فهو يساعد في ترقية ذوق المجتمع والارتقاء بالذوق العام، لأن الفن صورة، والصورة كالكلمة، والكلمة إذا ساعدت في رفع نفسية الإنسان وفي العلو وتهذيب أخلاق الإنسان فهذا هو ما يدعو إليه الأزهر ويحث عليه، فهو يشترك في الرسالة العامة أو يندرج تحت الرسالة العامة التي يؤديها الأزهر الشريف، والتي تساعد في النهاية في المجتمع رفع الروح المعنوية للمجتمع ورفع ثقافة المجتمع.